السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وصباح الخير عليكم. النهاردة فيديو جديد بقى، نشرب فنجان القهوة وبعدين نخش بقى عشان عندنا أكلة حلوة يعني كده كلنا بنحبها. تمام. في الكبة بقى بجيب فصين توم او ثلاثة حسب الكمية، وبحط 3 بصلات كبار كده في الكبة، برضو حابة تخرطيه براحتك خالص، بس انا بفرمه في الكبة، دي طريقتي يعني. تمام. هفرمه بقى كده في الكبة، معايا فصين توم وهتشوفوا بقى احنا هنعمل اكل ايه النهاردة. تمام. بس ولازم بقى بقطع البصل كده عشان يتفرم كله، ما بحطوش بحاله طبعا، ما ينفعش. بس هفرمه بقى كده. تمام. وفي بقى هحط حلة على النار فيها زيت او سمنة زي ما بتحبي تعمليه، بس عشان يطلع بيلمع وحلو معاكي خليكي في الزيت احسن. تمام. حطيت بقى الزيت والزيت سخن، وبعدين نزلت بقى بالبصل. بصوا انا مش هحمر البصل قوي يعني، مش هحمره لدرجة ان انا هسبك التسبيكة يعني، فاهمين يعني؟ هو بس هيغير لونه كده. وهنزل بقى بكمية الطماطم عندي اللي انا برضو فرمتها في الكبة. تمام. بتبقى تقيلة كده لما بتفرميها في الكبة غير الخلاط، وما بحط لهاش مية كتير. تمام. هنا بقى هحط التوابل بتاعتي. حطيت ملح، حط كزبرة، كمون، فلفل اسود، طبعا شوية شطة صغيرين لو حابة، مش حابة ممكن تحمري فلفل مع البصل، فلفل حار مع البصل، زي ما تحبي. طبعا بقى احنا كده هنسيب التسبيكة على النار، هنبتدي بقى ايه نخرط الخضرة. وطبعا انتوا عرفتوا كده احنا هنعمل ايه، هنعمل محشي في الصيف. ايوه. المهم يعني احنا بنحبه، وطبعا انا يعني تغيير عامة، وبعدين ما بعملش كميات كبيرة. والله والله فعلا المحشي ما خدش مني نص ساعة، وكانت كمان عندي المية قطعة، وكان في مشكلة يعني بيزبطوا المية. وعملت المحشي وغسلت الحاجة، طبعا ببقى مالية مية وعندي موجودة مية، بس كانت المية قطعة في ال يعني في البيت. بس المهم خرطت بقى، طبعا ما عرفتش اغسل الخضره فخرطتها كده، وبعدين قلت اغسلها بعد ما خرطتها يعني عشان اكسب وقت، لان الوقت كان اسعفني يعني، ما كنتش هلحق، وكان وقت الغدا خلاص يعني، وبابونا بيبقى جاي من الشغل فلازم الاكل يكون جاهز. هنا بقى غسلتها كويس ونقعتها في ميه كذا مره، وبغسلها بشويه خل كده عشان ينزل لو فيها اي حاجه بتنزل في الميه. تمام. هنا غسلت بتاع 2.5 كوباية رز او 2 كوباية رز، مش فاكره بالظبط. ونزلت بقى بالصلصه اللي معايا. تمام. بصوا بيبقى لونها فاتح ازاي شويه، انا مش ببقى عايزاها لونها، الصلصه لونها غامق لما بتسبكي، لما بتحمري البصل قوي بيبقى لونها غامق الطماطم. تمام. بصوا بقى انا بنحب الخضره فيه كتير وبتدي له طعم حلو. تمام. هنا بقى هفضل اقلبها كده مع بعض. عايزه اقول لكم ان فضل مني رز، هزود برضو صلصه تاني لان احنا بنحبه احمر. فضل مني رز فصفيته من الصلصه اللي فيه يعني، صفيته من الميه اللي فيه دي، وشلته في كيس في الفريزر. لو حابة اعمل محشي تاني بطلعه وبعمل بطلعه يفك وبعمله، بيبقى كأنك لسه عاملاه جديد. طبعا بظبط الملح، طبعا انا مملحه طبعا الصلصه وكل حاجه، بس بظبط الملح لاني كان محتاج ملح. تمام كده. بس ودقته كان تمام. هنا ده كرنب انا مفرزاه في الفريزر عندي جاهز، وده ورق عنب جاهز معلب. تمام. هنا طبعا حطيت ارضيه، لما قورت الكوسه اللي نزل منها بحطه في ارضيتها يعني كده، وهعمل المحشي كله في حله واحده بس. تمام. والله ما خد مني نص ساعه عقبال ما حشيته وخلصته، ما خدش مني نص ساعه، وحطيته على النار بس، وحطيته على النار على طول. تمام. ما خدش مني وقت، يا دوبك غلي غلوتين ووطيت النار عليه. وعايزه اقول لكم والله كان طعمه حلو جدا جدا جدا. عامه انا المحشي يعني مش طول الوقت بسبك الطماطم وكده، بس ساعات بسبك الطماطم وساعات بعمله ني في ني يعني،
مش بعمله بقطع الخضرة والطماطم والبصل كله مع بعضه برضو حسب، بس طبعا مش في الصيف. تمام، لازم اسبك له في الصيف. انتوا عارفين الحاجة طبعا يعني بتحمض مع الوقت وكده، فما بيبقاش ليها طعم يعني، فاهمين؟ بس وطبعا البصل بيعمل يعني لازم على طول يعني تعمليه على طول، فالبصل كمان لما بيقعد من غير ما يبقى ما يتحمر على النار او كده بيبقى برضو بيعمل ريحة مش حلوة، فحبيت ان انا اسبك له يعني، فاهمين؟ بس بص بلف ورق، سوري، الكرنب رفيع كده ازاي. بصوا عملته بقى جنب كوسة كده، طبعا كميات قليلة، وطبعا فضل وكلنا منه تاني يوم. وهنا بقى الورق العنب بيبقى محطوط كده زي لفات كده بالطول، فانا باخد لفة واحدة يدوبك، هي اللفة اللي باخدها لفة ورق العنب، هطلعها قدامكم وورها لكم كده. بصوا اهي هي اللفة دي اللي انا باخدها، بيبقى فيها كمية ورق على بعض كده. طبعا اي ورقة كبيرة الصغيرة بعملها واحدة، والكبيرة بقسمها اتنين وبكملها طبعا، وبحشي كده برضو. بحب كل حاجة في المحشي بتبقى صغيرة كده يعني، يا دوبك قطمة واحدة مش كذا قطمة، الكبير قوي ده بيبقى شكله حتى مش حلو. بس اهو هنا برضو دي كانت كبيرة قسمتها اتنين، وطبعا عملت طبعا واحدة. بس عملت كله في حلة واحدة. انا في الطبيعي بعمل لو هعمل بدنجان مثلا وكوسه وفلفل بعملهم كلهم في حله واحده دول، وبعمل الكرنب لوحده وورق العنب لوحده، بس عملته المره دي كده كله مع بعضه في حله واحده. طبعا مش هعمل كذا حله او 100 حله لان هي كميات قليله، ف بصراحه خفت ان هو مثلا ما يستواش لو كل حاجه في حله، لان الكميه بتبقى قليله، فالمحشي لازم يبقى يعني كتماه شويه عشان يستوي في بعضه، فاهمين؟ بس هنا بقى انا صفيت المية بالمصفى اللي فيها الصلصة وكده، وحطيت عليها شوية زيت، تمام، وطبعا ملحه مظبوط وكل حاجة. هسيبه بقى على النار، ما خدش زي ما انتم شايفين كده، ما خدش وقت خالص خالص خالص. هعمل بقى الفراخ. اسرع طريقة فراخ ممكن تعمليها، طبعا انا معايا وراك، فطبعا عملتها، قطعت بصل وطماطم وفلفل الوان وتوم باودر، حطيت شويه ملح وفلفل اسود وقلبته كده مع بعضه، دعكتهم كده في بعض، وتبلت الفراخ طبعا غسلها كويس جدا جدا ونقعاها. وهنا كانت الميه جت بقى خلاص، طبعا كنت غسلها ونقعاها في ليمون. بس كده، وهحط بقى حط لها ميه. بصوا انا قطعت الورك ازاي، لان طبعا انا عندي الورك الولاد ما بياكلوش يعني ورك كامل او كده، فبحب ان انا اكون عامله لهم حتت كده على قد وجبتهم اللي هم بياكلوها، فاهمين قصدي ايه؟ انا ولادي صغيرين خالص، فهي يعني يعني حتتهم دي اصلا ما بيكملوهاش. بس حطيت بقى الفراخ هنا على النار، يا دوبك غلت غلوتين ووطيت عليها، وتاكلي احلى فراخ. ما حطيتهاش في الفرن، تمام. بس كده انا في الطبيعي بعملها ببصل بس، مش ببصل وطماطم وفلفل الوان. بصوا المحشي، بصوا كله نازل ازاي وبيلمع، سوري الزيت بيخليه يلمع وبيخليه يبقى مفرفر كده وحلو. بصوا الكرنب رفيع ازاي. بس كده طبعا حطيته كله في الصينيه دي، وطبعا بحط اطباق واللي عايز بياخد في الطبق بتاعه. وطبعا هنا الفراخ اهي زي ما انتم شايفين، عايزه اقول لكم كانت مستويه وطعمها حلو جدا، انا ما حطيتهاش في الفرن. بس كان طعمها حلو قوي قوي. بس كده، بصوا شكله حلو ازاي وطعمه كان حلو جدا جدا جدا. ولو عجبكم بقى الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي، فيديو جديد.